السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب، ما زلنا في عروض باندا والعروض الأسبوعية من يوم 23 إلى يوم 29 نوفمبر. هنشوف الفيديو ده، هنشوف فيه العروض الطازجة، كل ما هو طازج دجاج وكل المنتجات الطازجة إن شاء الله نحاول نغطيها كلها بقدر الإمكان. في هنا شركة إنتاج عاملة على الحبة الكاملة اللي هي الألف نازلة ب19 وربع بدلا من 21 ريال. ده كله ده ألف، الألف نازل ب19 وربع في إنتاج. نشوف شركة تانية، نشوف الفروج الذهبي عامل على الألف ب19.5 اللي هو الألف في الفروج الذهبي، والألف ومتين ب20.5 فروج الذهبي، الألف وتلتمية ب20.75 هلل، ألف وتلتمية فروج الذهبي ب20.75 هلل. التنمية الألف ب19.25، 19.25 اللي هي التنمية، التمنمية ب16.5، الطبق اللي فيه ثلاثة، الواحدة 741 ريال بدلا من 43.75 هللة. ده كل اللي هو الحبة الكاملة. في هنا الفروج الذهبي اللي هما الاتنين مع بعض، الواحدة 900 نازلين من 37.5 ل34 ريال. في دجاج اليوم، دجاج اليوم كميات كلها خالصة، 1200 نازلة من 24 ريال 75 هللة 19.25 ل1200. الألف رضوى الألف نازلة ب19.75، والألف ومية ب19.95 رضوى، مفيش كميات منها. في اللي هو اليوم اللي هي الألف نازلة ب18.5 هي اليوم. نشوف قطع دجاج انتاج اللي هي القطع اللي هي الطبق اللي هو ايه اللي هو 900 جرام نازل ب12 ريال بدلا من 16 ريال. في هنا صدور فيليه، صدور فيليه انتاج 450 جرام نازلة من 24.5 ل19.75 هلل. في برضو انتاج اللي هو الدجاج المتبل، دجاج متبل 600 جرام ب11 ريال بدلا من 14.25، والشاورما 14 ريال بدلا من 18.5، والأجنحة المتبلة 2+1 ب21.5، دي إنتاج شركة إنتاج كلها. طيب نشوف اللي هي صدور فيليه اللي هو الذهبي، الفروج الذهبي 450 جرام نازل من 23.5 ل18 ريال 95 هلل. والصدور الفيليه اللي هي التنمية 450 جرام نازلة ب21.25. في المتبل، دجاج المتبل 600 جرام ب15 ريال 75 هللة في التنمية، دجاج متبل. في الفروج الذهبي اللي هو المندي، عاملين حاجات كده مندي وصدور دجاج كاملة بروست، البروست ده نازل الكيلو 25 والمندي 15.5، ده في الفروج الذهبي شركة الفروج الذهبي. نشوف اليوم صدور دجاج فيليه 450 جرام ب20.5 بدلا من 23 ريال في اليوم، دجاج اليوم يعني اللي هي 900 جرام نازلة ب40 بدلا من 44.25. في دجاج مفروم اليوم ب13.75 هللة بدلا من 16.75 هللة. أفخاذ دجاج 450 جرام ب8.5 بدلا من 10.5 دي اليوم. في فيليه دجاج رضوى 900 جرام 38.5 بدلا من 45 ريال. دي كل العروض اللي هي في الدجاج. في التنمية هنا، التنمية أرجل دجاج 450 جرام ب8.5 بدلا من 11.25. في سيكون 450 جرام ب9.25. في الكبدة ب6 ريال،
الكبدة ب6 ريال، قطع دجاج مشكلة ب6.75، أجنحة 450 جرام ب5.25، الأوانص برضو المفروم مفروم التنمية 450 جرام ب13.25. دي كل عروض الدجاج يا جماعة اللي موجودة في بند، عروض دجاج مجمد. الدجاج دو 1 كيلو 3 حبات نازلين من 61.5 ل 48 جنيه، من 61.5 نازلين 48 ريال، اللي هي دو. في اللي هو الكرتون، كرتون اللي هو الألف، الكرتون فيه 10 نازل من 210 ل 100 ل 155، وفي كرتون داري 160 بدلا من 199.5. كرتون داري برضو، ده كرتون داري كيلو، ده كرتون داري كيلو، كرتون داري كيلو ومية، يعني 1100 نازل من 205 ل 165. في هنا برضو كرتون دوم، دول اللي احنا شفناه في الاول خالص، ده تاني، ده من 205 نازل 155. دي عروض الكرتون، عروض دجاج الكرتون. في بريدكس برضو، دجاج كرتون بريدكس، الكرتون 1100 نازل من 195 ل 145، 195 نازل 145، اللي هو البريدكس. في سادية 1 كيلو، الواحدة نازلة ب15.5 بدلا من 19.5. دجاج سادية مجمد، الواحدة 1200، 3 زائد 1 يعني الأربعة نازلين ب60 بدلا من 86. الكرتون فيه 10، 1200 برضو نازل من 215 نازل 145، 145 يعتبر عرض كويس جدا بسبب ارتفاع الأسعار، يعني يعتبر كويس. سادية برضو اللي هي الألف نازل من 209.5 ل 155، اللي هي الألف كرتون فيه 10. دجاج الوطنية، دجاج الوطنية الكرتون نازل من 195 ل 179.5، الكرتون في 10، الواحدة 1000، ده برضو من العروض اللي نازلة. شركة الوطنية من 195 ل 179.5، 10 في 1000 الكرتون. عروض صدور دجاج الفليه سادية 750 جرام نازلة من 28 ريال ل 18 ريال، يعني نازل تخفيض 10 ريال، اللي هي 750 جرام صدور فليه. هنا صدور دجاج برضو سادية اللي 2 كيلو، 2 كيلو نازل من 55 ل 40 ريال، 55 ل 40 ريال. من العروض القوية جدا في بندا هذا الأسبوع، من يوم 23 ليوم 29، عرض حلو جدا على صدور دجاج سادية، اللي هو الواحد كام، 450 جرام، 2 زائد 1 مجانا، نازلين من 50 ريال 95 هللة ل 33 ريال 90 هللة أو 34 ريال. ده عرض من العروض القوية جدا وحصري للأعضاء، سادية صدور دجاج اللي هي العلبة 450 جرام، 450 جرام. عرض على الكبدة المجمدة سادية 450 جرام نازلة من 7 ريال ل 5 ريال، من 7 ريال نازلة 5 ريال. والأوانس برضو، الأوانس المجمدة 450 جرام هي والكبدة نازلة من 7 ريال إلى 5 ريال. عروض برضو على صدور دجاج خلية العظم اللي هي بريدكس، 2.5 كيلو نازلة ب56 بدلا من 65، وال2.5 شاورما سادية نازلة ب40 ريال، 40 ريال هي شاورما. صدور دجاج باندا 1 كيلو نازل من 32 ل 23 ريال، ده اللي هو ال1 كيلو باندا. صدور دجاج باندا 1 كيلو 23 بدلا من 32.
صدور دجاج دو، صدور دجاج دو 2 كيلو نازلة من 55 ل 40 ريال. أسعارنا من الآخر، دو 2 كيلو نازلة ب 40 ريال بدلا من 55 ريال. في هنا عروض برضو على الجزر مجمد وبازلاء مجمد وذرة برضو باندا، كله ده مجمد. الكيس 800 جرام نازل من 16 ريال ل 8 ريال، يعني نصف السعر، نازل نصف السعر، 16 ريال نازل ل 8 ريال. باندا اللي هي الخضروات المجمدة بازلاء وذرة وجزر نازل نصف السعر 800 جرام. في نوع تاني نازل هنا سيرة، سيرة 800 جرام نازل من نازل من كام؟ من 14 ريال ل 10 ريال. هي سيرة من 14 ريال نازلة 10 ريال، اللي هي بازلاء، بازلاء سيرة في اللي هي سادية. شوف سادية، سادية سادية الاتنين حبة 450 جرام بازلاء وخضار مشكل وفاصوليا وذرة. الذرة دي الواحدة 450 جرام، الذرة نازلة من 10 ل 6 ريال، الذرة نازلة من 10 ل 6 ريال. الفاصوليا، الفاصوليا المجمدة، فاصوليا خضراء مجمدة، والبازلاء والخضار المشكل الاتنين حبة ب 8 ريال، يعني الواحدة ب 4 ريال بدلا من 20 ريال. في الملوخية برضو، الملوخية الاتنين حبة ب 8 ريال بدلا من 14 ريال، برضو الواحدة 400 جرام. السبانخ الاتنين حبة برضو ب 8 ريال بدلا من 11 ريال. دي منتجات سادية على الخضروات المجمدة. في هنا العملاق الأخضر 450 جرام، الاتنين حبة ب 16 ريال بدلا من 20 ريال. دي منتجات ايه؟ الخضروات المجمدة. برضو ملوخية الوليمة دي من العروض القوية جدا، نازل التلات حبات، الواحدة 400 جرام، التلات حبات نازلين ب 11 ريال بدلا من 19.5. ملوخية الوليمة دي، ملوخية الوليمة، ملوخية الوليمة التلات حبات 400 جرام ب 11 بدلا من 19.5. في السنبلة، السنبلة فاصوليا، فاصوليا، الفاصوليا الخضراء المجمدة دي 800 جرام نازلة من 18 ل 12 ريال، اللي هي ايه؟ اللي هي السنبلة. في السنبلة برضو الفاصوليا اهي، هي نفس الفاصوليا دي، الفاصوليا نازلة من 18 ل 12 ريال. في مونتانا بامية، مونتانا مجمدة برضو، بامية مونتانا 400 جرام نازلة من 10.5 ل 6 ريال 95 هرم. في هنا برضو خضار مشكل مع ذرة مونتانا 400 جرام، الثلاث حبات نازلين من 19.5 بكام؟ ل 10 ريال 95 هرم، 10 ريال 95 هرم. افوكادو داري مجمد، الواحده نازله من 32 ل 23 ريال، 32 ل 23 ريال. الفواكه المجمده او المثلجة، في الجوافة، لب الجوافة داري 1 كيلو نازل من 29 ريال ل 14.5، اللي هما الاتنين كيلو مع بعض. ده عرض حلو جدا، 1+1 مجانا حصري للأعضاء. ده داري، شركة داري. مونتانا الكيلو ب 10 ريال، يعني داري الاتنين كيلو ب 14.5، مونتانا الواحد كيلو بس ب 9 ريال 95 هرم. الرمان، رمان داري نازل من 15 ريال ل 13 ريال، مجمد برضه. فيه المانجو المثلج داري 1 كيلو 1+1 ب 14.5، نفس سعر الجوافة، نفس سعر الجوافة 14.5 الاتنين. في هنا توت، توت اللي هو ايه الكبير 400 جرام نازل من 17 ريال، اللي هو 400 جرام من 17 نازل 11 ريال. دي الفواكه المجمدة أو المثلجة. البطاطس المجمدة
او البطاطس المقليه المجمده في ساديه نازل 2.5 كيلو من 37 ل 23 ريال، من 37 نازل 23 ريال، اللي هي اكسترا بطاطس للقلي اكسترا ساديه 2.5 كيلو من 37 نازل 23 ريال. دي بطاطس لامب وستون 750 جرام نازله من 12 ريال ل 9.95 ريال هرله، اللي هي لامب وستون 750 جرام. عروض البرجر، في برجر ساديه لو 1 كيلو نازل من 33 ل 22 ريال، 1 كيلو برجر ساديه 33 نازل ل 22 ريال. في السنبولة نازل ب20 ريال، السنبولة اللي هو بقري 1 كيلو نازل 20 ريال. هيرفي 672 نازل من 26 كام، من 26 ل 20. في هنا برجر بقري بالبهارات العربية 224 جرام نازل من 10 ريال ل7 ريال، اللي هو سادية. في دجاج سادية بروست، دجاج سادية بروست نازل عرض حلو جدا جدا، 1+1 مجانا من 74، نازل من 74 ريال ل 37 ريال، 1+1، الواحدة 750 جرام، الكيس 750 جرام، ده حصر للأعضاء برضو، ده بروست سادية، بروست سادية. من العروض الحلوة جدا كمان هذا الأسبوع. في نوع تاني برضو سادية مكتوب عليها 750 جرام برضو، 1+1 نازل من 77 لكام، ل 37، اللي هي شرائح دجاج، شرائح دجاج مشوية سادية 750 جرام نازلة من 77 ل 37 ريال، 37 ريال. أسعار البيض في باندا، في عرض على بيض أبيض، مكتوب بيض أبيض أهو الطبق نازل من 23.5 ل 21 ريال ونص. الوطنية، الوطنية هما كاتبينها الوطنية بالإنجليزي وبيض أبيض بالعربي، نازل من 23.5، اللي هو الوطنية ده نازل من 23.5 21.5، 21.5 الطبق. في هنا بقى الأسعار العادية، هنا اللي هو صحة نازل ب22 ريال 75 هرلة، ورحيمة ب23 ريال، بعد ما كان ب20 ريال بقى ب23 ريال، اللي هو رحيمة ده اللي هو العلبة البلاستيك دي رحيمة، وصحة ودي صحة. في بيض اسمه صحة نازل برضو ب23 ريال. في بقى الانواع الغالية جدا اللي هو صحة دي، اللي هي على بذور الكتان، تغذية على بذور الكتان ب36 ريال، 36 ريال، ولكن العرض اللي هو موجود على الوطنية، الوطنية 21.5 بدلا من 23.5. دي اسعار البيض وعروض البيض الموجود. عروض الأجبان والجبنة الموزاريلا، في جبنة موزاريلا هنا يومي الكيلو، طبعا اللي هي مبشورة، هي قوالب وبيبشروها هنا وبيحطوها في علب، لو حد عايز ياخدها قالب مفيش مشكلة. في هنا الكيلو ب30 ريال بدلا من 40 ريال، جبنة موزاريلا يومي. في هنا جبنة فيتا سعودية، الجبنة الفيتا السعودية نازل الكيلو من 22 ل16 ريال. الزبدة الغير مملحة نازلة من 23 بكام، ل13 ريال، زبدة غير مملحة 13 ريال بدلا من 23 ريال، يعني نازلة 10 ريال. في هنا جبنة حلومي النص كيلو، نص كيلو ب20 ريال، جبنة حلومي. في هنا الجبنة الشيدر الأحمر، والجبنة البريزيدنت النص كيلو هنا ب30، هنا الجبنة الشيدر الأحمر ب46 ريال.
في هنا اللبنة بنار العلبة نازلة من 90 ل 74 العلبة. لبنة بريزدنت الواحدة 2 كيلو 700 نازلة من 90.5 50 ريال. في هنا جبنة رومي أو جبنة بالكمون اللي هي الجبنة الرومي يعني نازلة ب 50 ريال بدلا من 60 ريال. أنواع كتير من الجبنة هنا نازلة عروض. دي أهم عروض الجبنة والزبدة والجبنة الموزاريلا. ووصلنا لنهاية الفيديو. الفيديو ده اللي احنا شوفنا فيه عروض وتخفيضات الدجاج، وشوفنا الدجاج سواء الطازج او الدجاج المجمد وصدور الدجاج، شوفنا الخضروات المجمدة والفواكه المجمدة، البطاطس برضو المجمدة، البرجر، شوفنا منتجات سادية المجمدة، شوفنا حاجات كتير جدا من المنتجات الطازجة في الفيديو اللي احنا عملناه ده. اتمنى الناس كلها تكون استفادت بالعروض والمعلومات اللي احنا شفناها في الفيديو الخاصة بتخفيضات وعروض بند الاسبوعية اللي هي من يوم 23 الى يوم 29 لمدة اسبوع. اتمنى تكونوا استفدتوا بكل العروض اللي احنا قلناها. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. تابعوني في الفيديو القادم، لازلنا في عروض بندا، عروض كتير جدا من كل مكان. كل يوم اشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.